السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ صباح الورد والفل والياسمين عليكم. النهاردة معانا كده روتين جميل بنعمله مع الطيور بتاعتنا لما ربنا يكرمنا من الطيور الكبيرة بزوج او بزوجين من الفروخ. بنبدأ بعد كده بنعمل حبة حاجات على سبيل الحاجات دي تحسن من حجم العصفور اللي احنا انتجناه. يعني لما ربنا يكرمك بفروخ البينو زي اللي قدامنا على الشاشة دي كده، الحاجات دي بتبقى محتاجة عناية ومحتاجة اهتمام ومحتاجة انك تاخد بالك منها وتهتم بالتغذية بتاعتها، بالاخص لما يكون عندك مجموعة من الفروخ جميلة بالمنظر الجميل ده. سبحان الله الخالق فيما صور رزق وخير وانتاج جميل ربنا اكرمنا بيه، فلازم نكون بقى على قد المسؤولية دي ونهتم بالفروخ بتاعتنا اللي ربنا رزقنا بيها. طب الاهتمام ده يكون عامل ازاي؟ بنهتم بيه ان احنا ناكل كويس، نقدم المية كل يوم، لو كان العصفور فضلاته طبيعية بندي مية بيضة، لو العصفور فضلاته بدأت تتغير شوية لازم ناخد بالنا ونشوف ايه السبب في تغيير لون الفضلات. هل ده بسبب نوعية الاكل اللي احنا بنقدمه، ولا في ممكن يكون في بعض مشاكل معوية حصلت للعصفور؟ لان خدوا بالكم من حاجة مهمة قوي، ان العصفور الانثى بتقعد جوه العش فترة طويلة جدا ما بين كل وجبة تأكيل بتديها للفروخ وترجع تطلع تاني عشان تشرب او تاكل او ترجع تاني للفروخ من اول وجديد. فالفترة دي الانثى بتكون محتفظة بالفضلات بتاعتها او بالزرق بتاعها جواها، فده بيبدأ يعمل لها مشاكل معوية او بيعمل يعني ممكن يكون في بكتيريا موجودة في المعدة بعدها. والانتظار مع الفروخ بيبقى استرس كبير، ضغط كبير على الانثى بالذات، لان هي اكتر حد بيكون قاعد مع الفروخ بالاخص بعد فترة وضع البيض. فبعد كده بتبدأ انت تهتم بالفروخ بتاعتك الجميلة اللي ربنا كرمك بيها والحاجات الجميلة الحلويات اللي معانا النهاردة ديت. هفرجكم عليها كده وهوريكم على روتين بعمله مع الفروخ بتاعتي. طبعا في المقام الاول انا لازم كل ما يطلع عندي كل عش لازم أأكله يدوي. ده مش شرط او دي مش حاجة بتعملها غصبا عنك وانت مش حاببها، لا دي حاجة انا بعملها وانا حاببها لسببين. السبب الاولاني ان انا الفرخ بتاعي يكون متعود عليا ولما يكبر ما يبقاش عصفور عنيف بيعض بيهاجم، لا انا عاوز عصفور يكون هادي معايا علشان خاطر بعد كده الفروخ الصغيرة دي هتكبر وهتبقى في يوم من الايام ذكر وانثى كبار شغالين، فيبقى العصفور مش هايب البني ادمين ولا خايف منهم، فيبقى التعامل ايه زي السكينة في الحلاوة كده زي ما بيقولوا. فعشان كده بأكل يدوي، ده السبب الاولاني. السبب التاني ان التأكيل اليدوي بيفيدني انا شخصيا في ان الزغلول اللي بيطلع بيبقى حجمه كويس، وبكون انا شلت كمان العبء الكبير اللي موجود على الاهالي كده. يعتبر ثلاث اسباب مش سببين وبس. لما يكون الانثى مثلا عندها اربع فروخ زي الجمال اللي معانا دول كده وده اول عش لها، ما ينفعش انك تسيب الانثى تقعد تهتم بالاربعه وانت ما تزقش معاها زقه كده صغيره. الزقه الصغيره دي بتشجعها على ان هي تاكل وبتخف من عليها حمل. انت الطير بتاعك بتحاول قدر الامكان، الناس اللي بتدور بقى على ان هي يكون عندها انتاجيه مميزه ويكون البيع بالنسبه لها سهل وما يكونش فيه مشاكل بعد كده في الانتاج. في ناس تقول لك لا يا عم انا بحب اسيب الحاجه ايه كده ربانيه وما تدخلش والعصفور ياكل براحته، اكل ما اكلش والزغلول لا قدر الله مات خلاص يبقى دوت نصيبي. انا ما بحبش حاجه زي كده، انا ما بحبش حاجه زي كده، لان انك تتوكل على ربنا غير انك تتواكل. فلازم وانت بتعمل حاجه لازم تتقن الحاجه دي وتبقى عارف الحاجه اللي بتعملها ديت صح ولا غلط، وهل في حاجه تانية ممكن اقدمها للطير بتاعي ولا لا. فعشان كده انا دلوقتي بجهز معاكم وجبه تاكيل على سبيل اساعد الاهالي. طبعا انا جبتهم جنبية هنا كده وطلعت الاب والام من مكانهم لان ما كنتش عاوز الزوج دوت يكون ياكل تاني وكفايه عليه لحد كده، وانا هتكفل بتاكيل الفروخ لحد الفطام باذن الله. وغير كده كمان الزوج دوت انا بعده لعمليه البيع، فالزوج ده ان شاء الله انا ناوي ان انا اخرجه يعني ابيعه. فخلاص ربنا كرمني منه بزوج عفوا بزوجين من الفروخ، فكده خلاص بالنسبه لي الامور ربنا كده الحمد لله رضاني فيهم، فهبيعهم بقى وغيري بقى يستفاد بالفرخ بتاعهم. لان في ناس كتيره بتبقى حابه ان هي تفرخ البينو وبيقابلها مشاكل
عدم التوالف او عدم الانتاج او ضعف الانتاج او الذكر ما بيخصبش، فانا ببقى عملت حاجة تفيد الناس اللي بتتعامل معايا. يلا بينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بس الاول كده منديل نحطه معانا كده على الترابيزة، اوسع لكم الرؤية شوية كده احسن، شايفين معايا؟ حط المنديل دوت كده وابدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب اول فرخ معايا ان شاء الله. تعالى يا زينة، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اول حاجة يعني بطمنكم عليها او بطمن عليها، ان الفرخ المجمع بتاعه نظيف، الريش بتاعه كله كامل، مفيش فيه اي مشاكل، مفيش فيه نتف، مفيش فيه تحديق. كان في ناس كانت بتقعد تكتب لي انت ما بتبيعش غير الطيور التعبانه اللي فيها مشاكل. الحمد لله والشكر لله، اي مجال واي حاجه انت بتدخل فيها في بيكون ناس بتحبك وفي ناس ما هي مش حبالك الخير، دي حاجه مش بايدك وحاجه انت ما مش هتعرف تعمل فيها حاجه. فالحمد لله والشكر لله الناس اللي اتعاملت معايا عارفه انا بعمل ايه وقد ايه بكون حريص على اللي بياخد مني. مش كده وبس، الناس اللي بتشتري مني بيكون معاهم رقمي للتواصل في اي وقت لو في اي حاجه طارئه حصلت. فالموضوع عندي ما بيكونش مجرد بيعه وانتهت وخلاص وما عادش ليا دعوه بالمشتري. انا عن نفسي بعتبر اللي بيشتري مني ده كده شريك نجاح بالنسبه لي. واحد جه وقال لي يلا بينا نسترزق الله سوا واداني فلوس، فما ينفعش ان انا بعد البيعه ديت اقول له لا خلاص انا ما عادش ليا علاقه بيك. طب ما انت لما يكون التعامل بتاعك معاه كويس هيجي لك تاني وهياخد منك مره واثنين وثلاثه، وهو ده اللي انا بدور عليه، اللي هو مش ان انا ابيع بيعه وخلاص وما عادش ليا دعوه بالمشتري. اللي بيتقي ربنا في مجال ربنا بيوفقه فيه. اكلنا كده بفضل الله اول زغلول، ادي الزغلول الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. البلف زي ما انتم شايفين كده بدخله في ناحيه الشمال، انا بصور حاليا اهوت ماسك العصفور بايدي الشمال، بدخل البلف في ناحيه الشمال اللي هو ان هو ناحيتي في اتجاه صباعي الابهام. الوجبه اللي انت بتديها للفرخ اول مره غير الوجبه اللي انت بتديها له كتاكيل بعد كده. فالزغاليل دي انا اكلتها قبل كده مره، وكانت المره الاولانيه الجرعه بتاعت التاكيل كانت 3 سنتي بس لكل زغلول. دلوقتي ما شاء الله دي الوجبه كده الثانيه، فاقدر ازود براحتي كميه الاكل واخليها تكون اكبر. فاول مره بخليها قليله لسبب الهدف، يعني ان انا ببقى عاوز الاكل ما يبقاش طعمه غريب على العصفور وفي نفس الوقت كمية كبيرة فالعصفور يرفضه فيبدأ يرجع الأكل. فده اللي أنا بدور عليه. أنت لازم تشغل دماغك علشان خاطر تعلى، طالما أنت بتحب الحاجة يبقى لازم تبقى إنسان عالي فيها ومتميز فيها. هحاول أقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوني أكتر وأنا بأكل. نجيب بقى بإذن الله الفرخ رقم 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده عشان تشوفوا معايا، بصوا بثبت الزغلول بتاعي كده، بدخل البلف من الناحيه دي، برمي من الناحيه دي، يعني الزغلول اهو قدامكم اهو في وشكم، برمي من هنا من عند عينه اليمين اللي هنا. تمام، ركزتوا معايا كده؟ ندخل البلف اهوت. الزغاليل الصغيره بتتقبل البلف بسهوله، في ناس بتبقى شايفه ان الزغاليل في التاكيل في السن ده بتبقى صعبه جدا وما بتتقبلش البلف. لا، هي الصعوبه بجد لما يكون عندك فرد كبير شغال وانت عاوز تخليه ياخد عليك يبقى أليف، فتضطر انك تأكله يدوي. دي بقى الصعوبة بجد، ده اللي بيبقى قافل بقه بجد وبيبقى فيه خوف. أكلت الحمد لله اهوت، الزغلول ما رجعش، ما عملش أي حاجة، ريش العصفور كله كامل اهوت. الناس اللي كانت بتقول لي أنت بتبيع الزوج اللي فيه مشكلة أو بتبيع الطيور المنتفة، يعني عارف كل مجال زي ما أنتم عارفين كده بيبقى فيه ناس إيه بتحبك وناس بتكرهك، فده شيء طبيعي. بشوف التعليقات ومن تعليقاتكم بعرف مين بيحبني ومين ربنا يسهله. بسحب بقى اخر حبه اكل معايا اهوت على سبيل اديهم للزغلول الرابع والاخير معايا. وجبه التاكيل ديت بالنسبه للعصافير
هتبقى وجبة أساسية وهيكون اعتمادهم كده خلاص عليا. إن شاء الله هأكل الزغاليل ديت لحد ما يتم الفطام على خير، وهم أصلا خلاص ما عادش قدامهم كتير في الفطام، كل الحكاية أسبوع أو 10 أيام وكل الفروخ دي تكون اتفطمت بإذن الله عز وجل. أدي الفرد الرابع والأخير معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم. لازم تخلي الاكل كده يكون بيمر بايه، بهدوء، ما تضغطش الاكل في الحويصله مره واحده عشان العصفور ما يرجعش الاكل منك. الحاجات دي ظبط الجوده كده او نصائح كده بسيطه بس بتفرق جامد مع اللي بياكل. طبعا هاكل الزغاليل ديت وجبه كل 8 ساعات، ولو انت لقيتهم هضموا بعد ال8 ساعات ممكن تخلي وجبه كل 6 ساعات. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا بيه وعرفتوا حاجه جديده. اسيبكم على خير ونتقابل الفيديو الجاي في رعايه الله.